السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع، خلونا نكمل مع بعض ونكمل درسنا في الأخطار الطبيعية والبشرية، منها البراكين والزلازل. إذا خلونا مع بعض نشوف هذه الصورة التي أمامنا. طبقات الكرة الأرضية، من ماذا تتكون الأرض التي نعيش عليها؟ تتكون من ثلاث طبقات رئيسية، هي القشرة الخارجية التي تشكل مجموعة من الصفائح تسمى وشاح، وهي تشكل الصخور والمعادن المنصهرة والنواة وتشكل مركز الأرض. إذا أولا القشرة الخارجية، الوشاح والنواة. القشرة الخارجية التي تشكل مجموعة من الصفائح هذه الموجودة أمامنا، هذه قشرة سطح الكرة الأرضية. ثانيا في عنا الوشاح، هذا الذي تتشكل منه الصخور والمعادن المنصهرة الشديدة الحرارة. ثم بعد ذلك داخل مركز الأرض وهي النواة، بسبب حركة المواد المنصهرة تتشكل في باطن الأرض، ثم بعد ذلك نتيجة الحرارة والضغط الشديد عليها تؤثر على صفائح القشرة الأرضية، فيظهر هذا كله على شكل إما بركان أو زلزال. خلونا مع بعض نشوف البراكين، كيف تتكون هذه البراكين؟ قبل أن نذكر كيف تتكون، خلونا مع بعض نشوف ما هو البركان. تعريف البركان، البركان هو عبارة عن فوهات أو شقوق في القشرة الأرضية تنبعث منها مواد منصهرة حارة موجودة في باطن الأرض. انظروا معي إلى الشكل المجاور حتى نكون نستطيع فهم هذه المعنى مع الشكل. إذن فوهات أو شقوق في الكرة الأرضية، في سطح القشرة الأرضية، تنبعث منها مواد حارة موجودة في باطن الأرض وأبخرة غازات تحدث في المناطق محددة ومعينة على سطح الكرة الأرضية. هذا هو معنى البركان. عند ثوران هذا البركان يؤدي إلى آثار كبيرة وتدمير على البيئة وتدمير للإنسان. من هذه الآثار تدمير المباني والطرق وإحداث خسائر مادية وبشرية جسيمة. ثانيا تنقل الرياح الغبار البركاني إلى المناطق المجاورة. إذا ماذا تسمى، ماذا تفعل؟ تغطي مساحات شاسعة من الأراضي، تتلفها هذه الرياح التي تنقل هذا الغبار البركاني. الغبار البركاني هو مواد سامة تقتل هذا الإنتاج الزراعي. ثالثا يسبب هذا الغبار التهابات رئوية حادة للإنسان وقد يؤدي إلى الوفاة لأنها مواد سامة. أيضا تحدث البراكين خللا في التوزيع الجغرافي للسكان، يضطر السكان إلى الهجرة من مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى. هذا هو البركان. خلونا مع بعض نشوف هذه الصورة لأثر البراكين على الأراضي وأثرها على المنتجات الزراعية. ثانيا الزلزال، خلونا مع بعض شوف شو يعني زلزال. الزلزال، إذا البركان هو فوهات أو شقوق تحدث في سطح الكرة الأرضية تنبعث منها غازات شديدة الحرارة. أما الزلزال اهتزازات أرضية، إذا الأرض تهتز تحدث طبقات، تحدث في طبقات القشرة الأرضية السطحية، تنشأ بالقرب من الأنشطة البركانية أو في مناطق ضعيفة في القشرة الأرضية، تشكل موجات زلزالية أولية أو ثانوية يمكن قياسها على مقياس ريختر، وهو مقياس يصنع قام بصنعه العالم تشارلز ريختر عام 1935 لقياس شدة الزلازل، وهو مقسم إلى 9 درجات. وكما قلت أقول لكم أنه حدث قبل بضعة أشهر في منطقة العقبة زلزال، ولكن كان درجته خفيفة جدا. أما في كثير من المناطق وخاصة المناطق اللي هي الدول التي تكون الجزر، هناك قريبة تكون من البراكين، تكون قريبة من هذا الذي يحدث عند البراكين، وبالتالي هذه الزلازل تؤثر بشكل كبير على تلك المناطق. إذا قياس الزلازل يقاس على مقياس ريختر وهو متبع عالميا في شدة الزلزال، مقسم 9 درجات. يصنف الزلزال حسب تأثيره إلى درجة زلزال من 1 إلى 4، لا يحدث أي أضرار أو لا يمكن الإحساس به إلا بشكل بسيط. درجة الزلزال من 4 إلى 6 متوسط الأضرار، من 7 إلى 9 يكون مدمر ويستطيع تدمير المدينة بأكملها من إحداث أضرار لدى المدن المجاورة. ليش؟ لأنه الزلزال يحدث تصدعات في سطح الكرة الأرضية ويحدث تصدعات في المباني، لذلك تنهار هذه المباني. يصعب تحديد مقدار الدمار على أساس قوة الزلزال، لأن مدى الدمار يتوقف على بعد المنطقة عن بؤرة الزلزال. كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال قل الأثر التدميري.
من أكبر الزلازل هو زلزال تشيلي في منطقة أمريكا الجنوبية عام 1960، كان بقوة 9.5 درجة على مقياس ريختر، يعني أعلى من المعدل الموجود على مقياس ريختر. أثار الزلازل، إذا هذه الصورة للعالم ريختر. أثار الزلازل هي تعد الزلازل أو الهزات الأرضية من أخطر الكوارث الطبيعية تهدد العالم بسبب ما تلحقه من خسائر فادحة في الأرواح وأيضا في الممتلكات، متوقع في أي مكان من العالم. غالبا ما تحدث على اليابسة، إذا حدثت داخل البحار والمحيطات تحدث أمواج تسمى أمواج التسونامي. من أثارها أيضا تشقق الأرض، نضوب الينابيع. لماذا تنضب الينابيع؟ لأنها تتشقق الأرض، بالتالي النبع لا يستطيع إخراج المياه أو تخرج المياه من باطن الأرض، أو ظهور ينابيع جديدة، فضلا عن أثارها التخريبية للمباني، للمواصلات، للسكك الحديدية وغيرها من المنشآت. هذه هو الزلازل. خلينا نشوف مع بعض على دولة الأردن. يتعرض بسبب موقع الأردن على حواف حفرة الانهدام التي تقع جنب البحر الميت، تشير دراسات إلى أن الأردن تعرض إلى ما يزيد إلى عن 50 زلزال حتى عام 1899. تشهد المملكة ما معدل 4 زلازل إلى 5 شهريا، لكن بقوة لا يمكن الشعور بها، فهي تصل أحيانا إلى 2 أو 3 درجات. هذه هي ما تشهده المملكة الأردنية من حيث الزلازل. خلونا نشوف كيفية التعامل مع الزلازل. أول إشي ما يجب عمله قبل الزلزال، النشرات الجوية، يقوم مراقبة التغيرات الجوية، أيضا ماذا في وسائل الإعلام الرسمية، التعرف على كيفية التعامل مع هذا الزلزال، ثم بعد ذلك التصرف، كيف تتصرف وانت داخل المبنى. وحدث الزلزال، كان الفرد داخل أي مبنى، ماذا يفعل؟ لا يتنقل من مبنى إلى مبنى، فعليه القيام بالتصرف بهدوء ولا يصاب، لا يهلع أو يخاف، ثم بعد ذلك يلجأ إلى المكان الآمن. وإذا كان لديه في المنزل طاولة فإنه يجلس تحت هذه الطاولة حتى تنتهي مدة الزلزال، أو سرير أو قطعة أثاث كبيرة، وعدم الوقوف في زاوية الغرفة. ثالثا تصرف، كيف تتصرف إذا كان الزلزال وأنت خارج بيتك، خارج المنزل. أولا يجب أن يحاول إيجاد مكان آمن بعيد عن المباني حتى لا تنهار المباني عليه، ويتجنب الوقوف تحت أسقف المباني والأشجار العالية وأعمدة الكهرباء والاتصالات، الابتعاد أيضا عن شواطئ البحار لأنها يمكن أن تحدث تسونامي. أيضا ما يجب عمله عند توقف الهزة، حدثت هزة وتوقفت، ماذا يجب علينا فعله؟ يجب على الفرد أن يبقى بعيدا عن خطوط الكهرباء، هذا أول شيء. أول إشي بتعمله يقف الإنسان بعيد عن خطوط الكهرباء. البحث عن المفقودين والمعارف، الذي إبلاغ فرق الإنقاذ عن عما إذا فقد شخص عزيز عليه، أو وجود أشخاص محصورين أو متونين في مكان معين، والاقتصاد في استعمال الهاتف. ثم بعد ذلك كيف تتصرف وأنت في قيادة المركبة؟ حدث لا سمح الله زلزال وأنت تسوق مركبتك، ماذا كيف تتصرف؟ توقف مركبتك وماذا تفعل؟ يبتعد عن الأنفاق والجسور والمنحدرات. لماذا؟ لأنها تنهار، هذه الأنفاق تنهار بسبب إذا كانت الهرزة الأرضية شدتها على مقياس ريختر عالية، ولا يخرج من السيارة، يوقفها بعيدا عن المباني. هذا هو كيف تتصرف في حال حدوث زلازل، في حال حدوث هذه الزلازل. هذا هو درسنا لهذا اليوم، يعطيكم العافية، وسأضع لكم حل لهذه الأسئلة عدا سؤال يكون لكم واجباً.